دون فريق اشداد اعطونا رقم الطاقيه. اثنين. طاقيه رقم اثنين. حيكون فيها تحدي حركي. تحدون من؟ يا دافع البلاء. تحدون من؟ عمر هذال. عمر هذال يلا. يلا يا عمر. هذا والله هالسلطه. شوف عاد لنفست علي المره يلا خلونا نشوف التحدي شباب. يلا. أربه ما بضغط. انت تتوقع تحديته قبل نفسه. تحدي الضغط. اللي حاطه من هو؟ يلا. من لا تقاضى حي يقمح اليمات، يا مرحبا بالعلم الاكشر وطاريه، اللي بيكشف من لنا ومن علينا، اللي دعانا الشر ونادى مناديه، حنا اللي نادى مناديه جينا، يا مرحبا بالتحدي والتنافس والعناد، اقلط على الموت ارحمه. هلا مني هزمتك. جاكل مصممين تخابرهم قام يطقطقون على راسك، لا تلزمني حياتك الرقيقة. يلا بسم الله، لا ان شاء الله ان الله بتشيل شماغك او شيء؟ لا شماغي ما تنشال. طيب اذا عشت يا راسي كسيتك خلاص اذا طاح شماغك بالضغط لا تقول لي طاح شماغي. ايش فيه؟ يلا اليوم ترى الشنار ترند يا عيال. يلا توكل على الله شباب، مجرد ما عد توكلون على الله، نزول كامل بدون توقف، اي واحد يطيح مع السلامه. واحد اثنين ثلاثة روح توكل على الله وابدأ. ابو هلا في نادي واحد اثنين. الاعداد طبعا هم اللي حيحكمون في هذا الموضوع لانهم يشوفون اكثر مني هنا. جاك شد. يلا الف مبروك عمر هذال. الله اكبر. كلاش ملت يا مرحبا بالقضاء يا حلو القضاء حلوه. يلا ما بغيت اخليها بخاطرك. الف مبروك لعمر بن هذال. يلا اعطونا النقاط كم؟ 4000 ريال. الله اكبر. مباشره تروح من فريق البيرق الى فريق شداد. تبي ثامر؟ يلا اعطونا يا جماعه الخير. طبعا قبل الطواقي سؤال الحلقه اليوم، كم عدد صور القران الكريم جاوب فيها هاشتاج الروشن 13؟ ومن خلالها احنا نسحب على 500 ريال مقدمه من اوراق التوت. 500 ريال انت من تحددها، تذهب لمين، البيرق او الشلفه او شداد. نتجه الى الجوله الرابعه والبدايه من شداد. وعطونا الطواقي تحدون من اختار.